هاي ايفريوان، اي هوب يو رود بين ويل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تلاميذي الاعزاء. ماي دير فولورز، هوب يو رود بين ويل. يا سلام عليكم تلاميذي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. ماذا بيا تبارطاجيو لنا لايف خاص ب المستوى الرابعه متوسط، المقبلين على اجتياز شهاده التعليم المتوسط 2024. يس اوكي، سو نستناو التلاميذ او الجمهور تاعنا يطلع معنا. اوكي ومن بعد تيك نبداو على بركه الله في برنامج الفصل الثالث. نعطيكم برنامج الفصل الثالث. اوكي اليوم بعد تيك تلاميذي نعطيكم بعض الدروس اللي بزاف مهمه، يعني باش تريفيزيها و يعني تقدر هذه الدروس انك تتمكن منها. اوكي ان شاء الله يا ربي. وعليكم السلام تلاميذي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا ربي. صحه، بارطاجيو معنا اللايف تلاميذي باش نبداو بديه هايله. اوكي يلا راح نديروا مع بعضنا بزاف يعني صوالح مليحه غادي يستفاد منها التلميذ السنه الرابعه متوسطة. اوكي يا غادي نعطيك البرنامج نتاع الفصل الثالث، واش غادي تقرا في الفصل الثالث باش التلاميذ اللي ما على بالهم بوالو واللي عندهم مشكله في هذا الدروس يعني غادي تتمكن منها يعني بيان. اوكي الله يسلمك احمد حبيبي. يس بارطاجيو لنا اللايف، ربي يسهل لكم ان شاء الله. يس رابعة متوسط اللي كتبت لكم في اللايف، يعني كي تجي تدخل اللايف تلقاني كاتبت لك عنوان في اللايف الرابعة متوسط محمد عبد الرحمن، الله يسلمك صحة عيدكم كامل ان شاء الله. يا نقول العام الجاي وسنين دايما باذن الرحمن. يا تلاميذي ان شاء الله اولى ثانوي، غادي ندير لكم الاولى ثانوي ان شاء الله. حاجة هايلة بزاف بزاف، فقط انتوما شجعونا ونحنا بكم طبعا. رانا دائما في القمه. اوكي الله يسلمك ام نوح، عيدكم مبارك. يس ان شاء الله تكونوا خليتوا شويه قاطو. اوكي يا كاين بزاف اللي جالي البارح في الخاص على الزوم. شوفوا الزوم مرحبا بكم كامل، واش راح نقول لكم؟ راح نقول لكم ما ندخلكمش، مرحبا بكم بما انه يعني الجروبات راهي يعني كيما يقول لك واحد راهي بلا، بصح معليش ندخلكم عادي جدا، فقط تواصلوا بالصفحه الادمين ان شاء الله دير لكم حل. اوكي بالنسبه اللي سقسيو على الزوم يا الله يسلمك صحه عيدكم كامل كامل كامل. دخلني استاذ، دخلني اللايف. يس محمد عبد الرحمن يجيك اللايف ويجيك العنوان نتاع اللايف. يا الله يسلمك احمد ما شاء الله، ربي هو السبه يا احمد، ربي سبحانه. شوف انا ربي سبحانه حطني سبه ولكن كلش بمشيئه الله سبحانه وتعالى، انا نعطيك انا نساعدك وكلش بيد ربي سبحانه. ياس ياس سنه رابعه، سنه رابعه بارطاجيونا فقط للرابعه متوسط. كيف كيف كاين استاذه سماح للغه الفرنسيه راهي دير في الصفحه تاعها لايفات بزاف شابه. اوكي فقط اللي مازال ما يعرفش الاستاذه سماح للفرنسيه يدخل الصفحه تاعها ويشوف اللايفات تاعها رائعه جدا. انا نقرا من عندها سبحان الله. انا نقرا فرنسيه من عندها والله العظيم. يا خاطش انا تلاميذي والله العظيم، شوفوا نقول لكم حاجه. اوكي هي سر بصح عندكم تخرجوا السر يا اخي. الفرنسيه نكرهها من الابتدائي، نكرهها من الابتدائي. كاش نهار نطلع لكم لايف ونقول لكم علاش نكره الفرنسيه، يا نكره الماده ماشي الاستاذه، لا لا. ياس اوكي اذا ياس الاستاذه سماح هايله بزاف بزاف. سو يلا بما انه عندنا ساعه واحده ان شاء الله غادي ندير لكم فيها لايف الشباب بزاف بزاف، فقط بارطاجيو لنا اللايف باش الناس كامل تستفاد. صحه نحنا تلاميذي عندنا في السيكونس نمبر 3 نكتبوا على بركه الله.
سيكونس نمبر 3 يعني سيكونس ثلاثة أو المقطع ثلاثة تلاميذي اللي يخص سن الرابعة متوسط. هاي ليك رابعة متوسط كامل ناجحين، ها كامل ناجحين بإذن الرحمن، كامل ناجحين. أوكي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يا كامل ربي يفرحكم إن شاء الله. يا نسمعوا الزغاريد في 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 الديار كامل، صح. سيكونس نمبر 3 يا تلاميذي اروح نقول لك على واش تعتمد، واش لازم تقرا في السيكونس نمبر 3. اول حاجه تلميذي لازم ولا بد، لازم ولا بد لازم ولا بد تكون تعرف التصريف. هاوليك ها ها، ما يهمناش العنوان تاع سيكونس 3 ولا لا. شوف عندنا التصريف، ها التصريف التصريف. كاين بزاف تلاميذ سورتو تلاميذ الزوم اللي يقراو عندي، تلاميذ الزوم اللي يقراو عندي يعني اكتشفت يعني بعض الصوالح كارثيه، ما نكذبش عليكم كارثيه بصح راهم الله يبارك معايا في الزوم، صح. ماشي زعما نقول كيما هكذا باش لا لا. شوف هنايا عندنا اول زمن، اول زمن او اول تانس اللي هو بريزنت، بريزنت سيمبل. كاين بزاف اللي نساو التصريف نتاع البريزنت سيمبل. يا تلميذي يا حبيبي البريزنت سيمبل هذا راه يطيح لك في البيام، يا يطيح لك. حتقول لي مس كيفاش يطيح لي، زعما يخليو البريزنت بيرفكت باست سيمبل وجيب لي بريزنت سيمبل. يا دوكا نقول لك كيفاه، دوكا نقول لك كيفاه، صح. نحنا ان جينيرال يعني لا عبد الرحمن محمد ما نقدرش ندخلك اللايف، يا عبد الرحمن ما نقدرش ندخلك اللايف، عبد الرحمن خاصني خاصني ندير اللايف تاعي للتلاميذ، يا كاش نهار واحد اخر عبد الرحمن ندخلك نورمال، صح. بصح درك اسمح لي عبد الرحمن ما نقدرش ندخلك. اذا خليونا نشرحوا البريزنت سيمبل. شوف تلميذي نحنا ان جينيرال يعني عامه عندنا باست سيمبل، باست سيمبل يا اخي هالباست سيمبل هذا يعني بزاف منه التلاميذ اللي هو الماضي، الماضي البسيط، صح. راح تقول يا استاذه درك انا باست سيمبل هذا على بالي يدخل في البيام، يا اخي صح. استناونا نعدلوا الكاميرا، اوكي. واش دخل البريزنت سيمبل؟ اش دخل البريزنت سيمبل استاذه؟ صح. لما يعطيلك يعطيلك فقره، فقره زعما يقول لك صرف الافعال بين قوسين فالتصريف الصحيح يا اخي، اوكي. يبدا لي بي 1 when I was young. لسن معايا مليح، لسن مليح، صح يعني اسمعني مليح. شوف هنا when I was young، الافعال اللي مر هذه الكلمه او هذه الجمله بالذات when I was young ولا when I was a child ولا when I was 6 years old ولا when I was 10 years old or so on ولا اي عفسه، صح. المهم يعطيني الجمله هذه الافعال الكل اللي موراها تتصرف في الباس سيمبل. اوكي اوكي استاذه هذه راني معاك فيها، صح. تبعني مليح ومن بعد تيك يحط لك نقطه، يحط لك نقطه واش يقول لك؟ يقول لك ناو ناو، كيفاش غناو هذه؟ صح. درك هو هنايا يحكي لك في الباست ايفنت، ردي بالك مليح قلت باست ايفنت ما قلتش باست كونتينوس، باست ايفنت كي يعطي لك الجمله هذه الافعال اللي موراها اكل صرفها في الباست سيمبل الا اذا عطى لك كاش كلمه ولا كاش عفسه تدل على زمن واحد اخر، هذيك حاجه واحد اخرى، اوكي صح. درك هنايا انا حكى لي في الباست ايفنت هنايا يعني في الماضي، حكي حوايج صرات في الماضي ومن بعد تيك حط لي فول ستوب قال لي ناو وعطاني زعما هي وفعل، هي وفعل. درك تيك الفعل هذا فاش نصرفو انايا؟ الفعل هذا يا تلميذي يا حبيبي يتصرف في البريزنت سيمبل، هاوليك البريزنت سيمبل يتصرف في، صح. راح تقول لي ميس قريت في السنه الثانيه متوسط باللي ناو هذه تدل على البريزنت كونتينوس، نو لا لا ما تصرفليش في البريزنت كونتينوس. علاش يا استاذه؟ خاطش راهو كان ديجا يحكي لك في باست ايفنت وقال لك الان يعني في الحاضر برك وبس، اوكي يعني صرف لي في البريزنت سيمبل هكذا، صح. هذه وحده
ماركيها عندك وعلقها في الحيط، ماركيها عندك وعلقها في الحيط باش تستفاد منها في البيوم. اوكي صح. نحن عندنا في الجملة الشرطية، الجملة الشرطية، الجملة الشرطية هذه يا وليدي يا حبيب قلبي راهي خص ولا بد تكون تعرف التصريف نتاع البريزنت سيمبل. يا علاش درك نحنا كي نجيو للجمله الشرطيه هذه واش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها تو كلوزز، يعني واحد الكلوز يعني جزء نتاع اف، والمين كلوز اللي هو جواب الشرط. هكذا نعطيكم مثال باش توضح الصوره. اوكي اذا قال لك هنا اف 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 وعطاني زعما هي ولا اي فاعل هنا وعطاني فعل هنايا. اوكي فاسيلا عطاني هنايا فاعل واحد اخر فعل وتكمل تاع الجمله نقطه. لسن مليح اتلميذي. الفعل اللي لاصق في اف، هاي اف الفعل هذا يتصرف في البريزنت. ها بريزنت بريزنت يو بريزنت يا تلميذي صح. ها استاذ رانا فهمنا باللي بريزنت، ومن بعد واش كاين؟ هذوك نقول لك واش كاين. كاين واحد النوع نتاع الافعال، هما ثلاثه انواع. نحن عندنا في اللونجلي ثلاثه انواع نتاع الافعال. اوكي صح. تقول لي مس نحن عندنا ثلاثه انواع. يا عندنا النوع نتاع واحد النوع نتاع الافعال مع المفرد، مع المفرد برك صح بالعقل باش ما ندوخكش. شوف هنايا نكتبوا هنايا بريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل يا اخي صح. هاو بريزنت سيمبل مع اي يو ذي وي ولا اي اسم جمع، اي اسم جمع صح. هاي ليك اي اسم، كي نقول لك اسم معناته سبجكت فاعل او اي اسم جمع. الفعل هذاك اللي بين قوسين في البريزنت سيمبل يبقى كيما راه، يبقى كيما راه. اوكي صح. اوكي هاي ليك نحيلها غير تو برك، زي ما نقولوا تو رايت. ها تو رايت نحي تو فقط وخلي الفعل كيما راه، يعني بريزنت سيمبل مع هذو لي السبجكت. اوكي او السبجكت هنايا ا يو ذي وي، الفعل يبقى ستام. هاي ليك ستام تقولوا في الفرنسيه نتوما انفينيتيف. ياس هذيك هي بعد ها انفينيتيف. ها انفينيتيف خلاص صح. قعدت لي واحد المشكله صغيره مع شكون؟ مع الشي والهي والات. يعني البريزنت سيمبل هذا كيفاش نصرفو مع المفرد. هاي ليك الجمله الشرطيه هنايا اف عطاها لي مع مفرد كيفاش راح نصرف انا البريزنت سيمبل مع المفرد؟ هيا سيدي يعطي لك فعل يقول لك زعما ستادي، هاي ليك ستادي. هذا الفعل او هذا النوع نتاع الفعل خاصك تعرفو يا تلميذي، هذا النوع نتاع الفعل ماشي تروح تحط له اس. لا خطا غلط. اوكي صح. هتبع معايا مليح باش تعرف الانواع نتاع الافعال في البريزنت سيمبل كي مد لك الجمله الشرطيه واش تصرف. اوكي ها الناس اللي تبعوني من الاول ام على بالهم شنو نحكي، ما اللي دخلوا الان عادي صح. بارطاجيونا فقط لايف وكبسونا شويه كبسونا باش اللايف ما يتقطعش معنا. ربي يبارك فيكم صح. شوف هنايا نحنا قلنا النوع الاول نتاع الافعال كي نلقى فعل اندس ويذ ولا ان، يعني فعل يتم ب، شوف او اكس دبل اس زي سي اتش اس اتش. شوف شحال، واحد زوج ثلاث اربعه خمسه سته
احفظهم سهلين احفظهم. صح، شوف كي تلقى افعال تسم بهذوما في الاخر، بهذوما في الاخر. صح، كيفاش مستم بهذوما في الاخر؟ شوف واش عندي، عندي زعما go ولا wash ولا fix. اسمحوا لي مانيش نقرا في التعليقات، نشرحوا شويه ومن بعد نشوف تلاميذي حبايب قلبي. اوكي، ما نقدرش نحي التعليقات يا اسامه، ما نعرفش، ما على باليش كيفاش نحي التعليقات، ما نعرفش. معليش خليهم برك التعليقات، تبع معايا في اللايف. اي كاين عفسه دير بصبعك هكذا برك تتنحى لك التعليقات. صح، يعني تتفرج غير لايف برك. شوف هذا الفعل تم بالاو في الاخر، هذا الفعل تم بالسي اتش في الاخر، هذا الفعل تم بالاكس في الاخر. يعني انت خاص تحفظ هذوما الحروف باش في البيو ما تصرف مليح. هذا مكان اوكي مع اف، مع الجمله الشرطيه اف هكذا. صح، واش نديرو في هذه الحاله؟ بصح مع الشي والهي والات بارك، ولا يقول لك ساره احمد ماي فادر ماي براذر بلا بلا بلا. اوكي ان شاء الله نحطو او نضيف اي اس تو the verb، نحطو اي اس الفعل برك. يعني تولي شي جوز، هاو كيفاش التصريف الصحيح. شي جوز ماشي تحط لي اس برك، لا حط لي اي اس. هي واشز فيكسز باسز الى اخره، يعني مفهوم؟ صح، هذا نوع واحد نتاع الافعال. يعني عندنا افعال تسم بهذا الصوالح نحطو اي اس تو ذا فيرب برك. اثنين، عندنا قاعدة نحطو اي اي اس، ها هاي ليك اي اي اس للفعل. صح، وقتاش الفعل ستادي تاع قبيلة هاي اللي لاصق في الجملة الشرطية اف هكذا. صح، هصبري لحميدي بالعقل. اي اس هذه تلاميذي نضيفوها لما يكون الفعل يتم بالإجراج في الأخر، لما يكون ياس محمد عبد الرحمن امين ان شاء الله ان شاء الله. حبس لي تعليق برك ولدي، ربي يبارك فيك. اي اي اس لما يكون الفعل يتم لازم ولا بد الفعل يتم بالواي في الاخر تاعه، هاي لك الواي. يعني انا كي نشوف فعل فيه واي في الاخر لازمني ندير فول ستوب، ماشي نقطة، ندير ستوب برك، ندير نحبس الساعة شوي، نتنفس بيان ونصرف الفعل تاعي بيان. هنا عندي واي، هل واي هذا واش ندير له؟ نقلعو، نقلعو. علاش مس نقلعوه؟ خاطش قبلو كونسوننت، هاي ليك الكونسوننت. يا اخي تعرفوا الكونسوننت، تعرفوا الفاولز. صح، نعطيكم الفاولز والاخرين يقولوا لهم كونسوننت. نحنا الفاولز في اللونجلي هما خمسة برك، خمسة. شوف هنا عندنا الاو، عندنا الاو هاو الاو، عندنا الاي، عندنا الاي، عندنا الاي، عندنا اليو. احفظ الفاولز في هذا الوجه برك، هاو الوجه. هذوما يقولوا لهم بالعربية ا او اي، حركات حركات او حروف علة، حروف علة. اوكي صح، كي نلقو إجراج ولا واي في الاخر وقبلو كونسونانت نقلعها. كي نلقى فاول كيما بلاي، بلاي هاي بالإجراج في الاخر بصح قبلها فاول، ما نقلعش الإجراج، ما نقلعهاش، نحط اس برك، اس برك. هذه الحالة ثلاثة، ها كي نلقى إجراج وقبلها فاول نحط اس برك. اوكي بصح كي نلقى واي وقبلها preceded by consonant واش نديرو؟ نقلعو الواي and then we add اي اي اس. يعني الواي هذه نحط في بلاصتها اي ونحطو بعد تيك الاي اس. اوكي برك، هذا مكان ذاتس ات تاع واش يولي؟ يولي ستاديز، ها ستاديز. واي اي اي اس تحط في الزاد، الجدول تاع الزاد ها
رد بالك مليح وما تتكلحش، خاطش بزاف اللي يروحوا يحطوها في الايز، في الايز. تسمى راني نشرح لك في حاجه ونقز لك الحاجه واحده اخرى، يعني رانا نضرب لك فيها اربع عصافير بحجر واحد. وين لقيتها؟ ما كانش صح. صح اوكي، ما تقابضوليش في التعليقات، ربي يبارك فيكم. تبعوا معايا هنا، تبعوا تبعوا هنا، تبعوا فوقك من التعليق وتبع هنا. اوكي صح، يعني واحد كي يلقى هذا ونحط اي اس، زوج كي يلقى ايغريك وقبله كونسونانت نقلعه ونحط اي اي اس، ثلاثه كي يلقى ايغريك وقبلها فاول نحطو اس. اللي ما فهمش برك هذا وين دخل، من بعد تيك يعاود اللايف دوك نخليهولك مسجل. اوكي نخليهولك مسجل على العين والراس. نرجعو درك تيك الى الجمله الشرطيه، هاي لك الجمله الشرطيه. واش عندنا؟ دائما يا تلميذي اف هذه صرف لي فعل هذا اللي معاها هي بعد في البريزنت سيمبل. وقتاش حكايه الاس هذيك؟ لما يكون الفاعل مفرد هي ولا شي ولا ات، ولا يقول لك ذا كورت، ذا كورت المحكمه، ذا كورت هي ات هي، ولا يقول لك ساره احمد ارسوان. اوكي يعني ما تتكلحش، ماشي هو يقول لك ذا كورت وانت تقول له جمع هكذا، لا لا. اوكي صح. الفعل هذا عرفنا كيفاش نصرفوه مع اف. اسمحوا لي دقيقه برك تلاميذي، دقيقه برك ونجي عندكم. اوكي ما تروحوا حتى البلاصه، دقيقه برك. صح دقيقه. ها ماما انا جيت عندكم تلاميذي، سمحوا لي برك. اوكي خاطش البنيه ناضت على بيها. يس صح اوكي خلاص. برك دائما افه تلميذي تبعها هي فقط، يحطها لك في الاول ولا في المنتصف، ما تخافش. دائما الفعل لي مع اف بريزنت سيمبل، وانتبه للفعل. زعما كي يعطيك فعل يعني ما عندوش علاقه بهذوك القواعد اللي شفناهم برك، حط اس برك، حط اس فقط. زعما لايك لايكس اس برك. اوكي هذا مكان الفعل الاخر. يعني عندنا زوج كلوزز هير، عندنا كلوز 1 وعندنا او اف كلوز وعندنا مين كلوز. في المين كلوز هذه تلميذي نصرف في الفيوتشر. ها فيوتشر، الفيوتشر ساهل ماهل ما كاين والو. اوكي وقتها نصرفوا في الفيوتشر لما يكون عندي فاعل، فاعل هاني ندور لك عليه ونعاود يا تلميذي. لما يعطيك مر الفصيله هذه، مر الفصيله هذه فاعل، فاعل صرف في الفيوتشر. اوكي في الفيوتشر استاذه. كيفاش نصرف في الفيوتشر؟ صح يا اخي، يعطي لك فعل تو والفعل. اوكي اقلع هذيك التو وحط لي ويل زائد الفيرب، خليه كيما راه ما تحاربوش، خليه كيما راه برك. اوكي هكذا. مديحه بلوكي واحد المذره، شكون والله ما على بالي شكون هو، شكون شكون وراه دوك نبلوكي. ما تحشمش عبد الرحمن استاذه، شكون هو؟
استناو نشوفو تراش التعليقات تلاميذي. والله ما شوفوا انا ما فهمتش، انا كي ندير لايف دائما يصرى لي هذه المشاكل، والله دي فوا سينيال دي فوا يتعاركوا لي في التعليقات، والله ما فهمت. وراه التلميذ وراه روحي. يخو ماي جاد، استناو نبلوكو هذا، انا لقيته سيبو. يس خلاص لقيته سيبو، بلوكيتو ساي خلاص راح. اوكي يس، لايف مسجل، لايف مسجل بصح الله غالب، سمحوا لي. راه كاين واحد يخ، اسن هاني بلوكيته سيبو يا لطيف اللطف. اوكي خلاص بلوكيناه، اوكي راح. اوكي كاين بعض خليني نسكت خير والله. يلا نكملوا هنا يا تلاميذي، يلا حذفتو تعليقو سيبو، حذفت بلوكيتو يعني راه تبلوكالو كلش، يا تبلوكالو كلش ساي. يس 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 خلاص سيبو راه تحذف خلاص. يا زادت وحدة اخرى، شكون ادمن؟ ربي يبارك فيك يا ادمن، ياك يا ادمن، ادمن ادمن الصفحة تعيش، اذا شفت كاش تعليق ولا احذف ديريكت، يا احذف ديريكت. اوكي معليش تلاميذي معليش، زادت وحدة اخرى بصحة، وين راهي وين راهي وين راهي وين سبت استاذة؟ يا لا حول ولا قوة الا بالله، خلاص راهي راني نحيتو ساي، نحيتهم خلاص نحيتهم سيبو. هذا رانا في الجملة الشرطية، يلا تلاميذي روحوا هنايا معايا، فككم من التعليقات. اوكي صحة، شوف هنايا تلميذي، قلنا كي نلقى هذه الفاصلة، هذه الفاصلة خاطي اف اف سيبو، اف رانا كملنا وخلصنا معاها، لاش تعطاها لي في البداية ولا عطاها لي في منتصف الجملة. اوكي صحة، بعد سيك هو يعطي لي فاصلة هنايا يا اخي صحة. اذا انا لقيت فاعل نصرف في الفيوتشر، هذه النقطة اكتبها في الحيط بستلو نورمال، اكتبها في الحيط بستلو عادي. اذا لقينا فاعل نصرف في الفيوتشر، الفيوتشر اذا كان الفعل موجب يعني الفعل لاباس عليه تو والفعل اوكي، نحطو ويل زائد الفعل نخليه كيما راه ما نحرك فيه والو، يعني الفعل هذا دوك نديرو تطبيق ونشوفو كيفاش نخلوه كيما راه. اوكي اذا كانت عندي نوت والفعل زائد الفعل، اوكي نوت زائد الفعل، واش نديرو في هذه الحاله؟ ننفي هذا الويل برك. وقتاش هذه الحكايه؟ لما يكون الفاعل كاين، ها يعني كيما يقولوا الساس نتاع الدار هو السبجكت هنايا، اوكي الساس لما يكون هذاك الوسمو او العمود او ما على باش تسموه نتوما، نخلوه نصرفو في الفيوتر. استاذة بلوكي، واش نبلوكي يا ما فهمتش واش نبلوكي؟ انا راني والله ماني في التعليقات، راني نشرح في الدرس صح، ما مانيش نشوف يا مام هكذا، اقسم بالله يريحولي كيما نقولوا واحد كيظل عنده فكره في راسه باش يمدها لكم بطريقه مليحه وطريقه واو، اقسم بالله غير تروح لي يا صح. اذا يلا اميراتي شوفوا هنايا، خلاص اذا لقينا هالنوت هذه ننفيها الويل، الويل هذه تبغي تحط ويل نوت ولا تكتبها هكذا وونت، هاي ليك وونت، وما تنساش الفعل يا تلميذي لا بس عليه، الفعل هذا دائما او مش مصرف انفينيتيف، اوكي انفينيتيف خلاص صحه. اوكي يس، هذه ستادي راهي تولي ستاديز، هذه الاصغر طا تولي ستاديز، اف هي ستاديز، اف هي ستاديز هارد زعما ولا هي ويل باس، هي ويل باس. اوكي هذه يا تلاميذي راهي الحاله واحد برك، هذه جمله شرطيه موجبه، ها اكتبها موجبه، يعني جملة شرطية كيما نقولوا في النوع الموجب مؤكدة. اوكي صح، هنا واش قلنا؟ if he studies he will pass. اوكي صح،
عندنا نوع واحد اخر تلاميذي من الجمل الشرطيه وتكون منفيه. منفيه زعما مع اف والبريزنت سيمبل منفي. بريزنت سيمبل منفي يا كيفاش نصرفوه؟ بريزنت سيمبل وهو منفي صح. نحنا دائما مع اي يو ذي وي ننفي بالدونت. ننفي بالدونت زعما يحط لي نوت نوت زائد الفعل هنايا. اوكي نوت زائد الفعل هنايا. اوكي واش نديرو اذا كان الفعل اي يو ذي وي ننفي بالدونت زائد الفعل لاباس عليه. دونت زائد الفعل لاباس عليه. اذا كان الفعل مفرد شي هي ات ننفي باداه نفي تناسب المفرد اللي هي دازنت زائد الفعل لاباس عليه. اذا حط لي نوت تو ستادي نوت تو ستادي راح نقول اف هي دازنت ستادي اي بالاجراج في الاخر ماشي تروح تصرف لي هذا الفعل مع النفي. لا دير حاجه في بالك تلميذي نفي نفي سواء في البريزنت ولا في الباست سيمبل ما يهمنيش. didn't don't doesn't حكيت لك على didn't يعني كزياده برك هي ما دخلهاش في الاف بصح كزياده برك. اوكي صح الفعل مور هذه الادوات النفي ما يتصرفوش يبقاو ستام هكذا صحيتو اكسيلنت. اذا نشوفوا نوع واحد اخر من الجمل الشرطيه. عم بزاف انواع الجمل الشرطيه اي ماشي زعما قال لك اف بريزنت فيوتشر وخلاص لا لا هكذا صح. اذا عطالي قبيله حكينا ودورنا على واحد الحيه اللي هي الفاعل. الفاعل صح عندنا اف هنا عندنا اف عندنا سبجكت. سبجكت زعما نقولوا اي اي اوكي بين قوسين فعل. فاصله اللي ما فهمش يا تلاميذي ودخل الان يصبر حتى نحط اللايف صح. هذا دائما بريزنت سيمبل بريزنت هاوليك بريزنت هكذا صح. شوف هذه الفاصله شوف فيها مليح 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 فاصله يا اخي صح. ما يعطيني والو هنايا ما يعطيني لا فاعل لا لا والو ريان دو تو. فتيحه عاونينا شويه كاش كاش مصطلحات فرونسي يا ريان دو تو هنايا. اوكي صح نحلو قوس يعطي لي الفعل ديريكت. الفعل ديريكت اوكي صح يعني هنا ما عنديش حيه واسمها فاعل هكذا. هذا عنده التصريف تاعو سبيشال سبيسيال اوكي وشن هو اللي هو الامبيراتيف. إيه صحيت صحيت ام بناتي امبيراتيف هاوليك الامبيراتيف. اوكي شوف هنا مليح شوف هنا مليح هنا نرجعوا لهذه شوفوا هذه هذه في الورقه هذه في الورقه هذه قلنا لازم يكون كاين فاعل يكون كاين فاعل باش نصرف الفيوتشر. الفيوتشر اذا عطاه لي موجب نحط ويل اذا عطاه لي سالب نحط وونت او ويل نوت. اوكي صح بصح هنايا هنايا معطاني والو معطاني والو تسمى هنا الفعل حيتصرف في الامبيراتيف امبيراتيف اوكي ويقدر يعكس لي الجمله نورمال يعكس لي الجمله نورمال يعني يبدا لي ديريكت بالامبيراتيف هنايا ما كانش حتى شيء هنا لا فاعل لا والو ما كانش لا فاعل لا والو يعطي لي امبيراتيف هنا ها هي امبيراتيف امبيراتيف اوكي يعطي لي اف ويكمل لي الجمله هكذا صح خلاص. الامبيراتيف يبقى ستام ستام فعل لبس عليه نحيلو تو وخليه كيما راه نحيلو تو وخليه كيما راه برك كي نقول لك ستام يا وليدي ما نبقاش نعاود. ستام هو فعل لبس عليه لبس عليه في المصدر بيز فورم سميه كيما تبغي اوكي صح هذا مكان برك برك اوكي
إذا عطاني الإمبيراتيف هذه يعني فعل معه نوت، معه نوت والفعل زائد الفعل، كيفاش ننفي الإمبيراتيف؟ هاو كيفاش ننفيوه؟ صح، نحط هنا هاي فاصلة، هاي فاصلة، دونت، دونت زائد الفعل لاباس عليه. ها لاباس عليه، ها خلاص برك دونت انفي لي بالدونت برك. وقتاش هاد الحكاية؟ لما يكون او ما يكونش عفوا الفاعل هنا، ها ما عنديش فاعل هنا خلاص، او يبدا لي بجملة ما فيهاش فاعل، يبدا ديريكت بقوسين، بقوسين اوكي، هذا نصرفوه في الامبيراتيف، يا اما امبيراتيف موجب يا اما امبيراتيف سالب او نيجاتيف فورم خلاص. ما تنساش تلميذي باللي الامبيراتيف هذا النيجاتيف تاعو ننفيه بصحة. نعطيك جملة امرية، اوكي شوف هذه جملة امرية، work hard، ها work hard، work hard هنا بدينا بالفعل، الفعل اوكي، لما يحط لك نوت هنا مع الفعل، نوت مع الفعل، راح تقول له don't work برك hard، هذا هو التصريف نتاع الامر في النفي برك، هذا ما كان. ومن بعد تيك انت اذا لقيت الفاعل حط في الفيوتشر، اذا ما لقيتش الفاعل حط في الامبيراتيف، واف راهي ثابته، اف راهي ثابته ما تتغيرش، اف وهذا يقولوا له conditional type 1، الجمله الشرطيه واحد اوكي، او النوع واحد خلاص، هذا ما كان. يعني هنا انا شرحت لكم الجمله الشرطيه بكل اختصار، الجمله الشرطيه تايب 1 او conditional type 1 we use it to talk about possibilities اوكي، باش نهضروا على الاحتمالات سواء في البريزنت ولا في الفيوتشر، يعني في المضارع ولا في المستقبل، نستعملوا الكونديشنال تايب 1 اوكي. اذا تحققت يعني تحقق المين كلوز، الجمله الشرطيه تتحقق اوكي، يعني هنا حكايه نتاع possibilities او احتمالات اوكي. يا اكسلنت تلاميذي، الله يسلمك لمارة حبيبتي بيكو او بيبوكول، يا بيبوكول فقط عرض اللايف، اللايف مسجل ماشي راح يروح اللايف، اللايف راهو مسجل لعيونكم الحلوين فقط تلاميذي، اكو ماكمش تبارطاجيوه، ماكمش تبارطاجيو، يلا نروحو نديرو تمارين او تطبيق، يلا تطبيق. هذه الورقه اللي كنت بارطاجيتها الصباح معكم في الفيسبوك، كل يوم ان شاء الله اذا قدرنا ربي ندير لكم سلسله مليحه نتاع ريفيجن، يعني سورتو للسنه الرابعه متوسط، المستويات الاخرى كيف كيف غادي نحط لها باذن الرحمن، كيف كيف الاستاذه فتيحه او عفوا يس سماح اوكي للفرنسيه، يعني راهي معايا في هذا السلسله، غادي تحط لكم برنامج هايل في الشباب للمرافقه الشامله لجميع المستويات اوكي تلاميذي، فقط تلاميذي تابعونا بادق التفاصيل اوكي، يعني باش نجي ندير اشهار والله ما نعرف ندير اشهار اوكي. شوفوا هنايا عندنا، نشرح لكم هذه الورقه بصح، خاطش شويه مكتوبه باللونجلي كامله، على بالي تشقاو باش تفهموها بالوسمو. استاذه انا اختك عودي فهميني يا رحمه علي ماك، ما نقدرش نفهم. ان شاء الله ان شاء الله عمار، عمار يس ان شاء الله عمار يا حبيبي. شوفوا هنايا ديفينيشن، ذا فيرست كونديشنال از ا ستراكشر، يعني هو عباره على شكل ولا يا used to talk about possibilities، يعني نستعملوه باش نهضروا على الاحتمالات، هذه يعني الاحتمالات هذه تقع او تصرى في البريزنت ولا في الفيوتشر المستقبل اوكي. شوف هنايا it is a result that will happen if the condition is satisfied، يعني اذا تتحققت جمله الشرط او جواب الشرط، الشرط في حد روحه او النتيجه غادي تحدث اوكي. يا كيف كيف هذا راهو نفس الشرح نتاع هذه. So here
What do we have here? The first conditional consists of two clauses. عندنا clause هو يسمى بالفرنسية subordinate. Okay? Subordinate. Yes. In English. صح؟ ما على باليش بها كيفاش نطقوها في الفرنسية. Subordinate. قلت لكم مع أول اللايف راني نكره الفرنسية الله غالب. من عند ربي قسما بالله. صح. عندنا if clause وعندنا main clause. Okay? صح. راكي صايمة. صح. شوفوا هنايا عندنا هنايا نقدروا نستعملوا الامبيراتيف شرحتو ديجا. اوكي نروحوا دايركتلي للتمارين. شوفوا التمارين تلاميذي. هنا غادي يعطينا تمارين بهذا الشكل، يحط لي افعال ويقول لي صرف الافعال برك. صح. put the verbs between brackets in there or ولا in the right in the right tense. صح. اوكي ولا in the right in the correct form. علاه اسناو ثقة بركة تلاميذي. صح. يس. دقيقة واحدة زيدي لها الماء راهي راهي ثقيلة مام. زيدي لها ياسر. زيدي لها ياسر الماء. ماما احنا فتحيني. ها روح زيدي لها الماء ماما. يس. منا حتى منا. زيدي لها لهنا. زيدي لها لهنا. روح. يس تلاميذي يلا نروحوا نحطوا عفوا نحطوا نحلوا التمارين. يلا وين نلقى المطويات؟ لقوها المطويه تاعي هاي ليك من المطويه. عندنا مطويه في اللونجلي ومطويه في الفرنسيه. اوكي طبعا برعايه كليك اديسيون ربي يبارك فيهم منشورات كليك. صح. شوفوا هنا يا تلاميذي عندنا هذه الجمله if you not study. هذه ديجا درنا كيف الفعل هذا study. if you not study you fail the exam. fail يعني تفشل. صح. صح. شوف هنايا عندنا الفعل هنا راهو منفي منفي وعندنا الفعل او عفوا الفاعل you. شو قلنا قبيله في البريزنت سيمبل؟ قلنا دائما الجمله الاف الفعل هذا يتصرف في البريزنت سيمبل. صح ولكنه منفي منفي خلاص عادي نحطو دونت. هاي ليك دونت. علاش دونت استاذه؟ خاطش عندنا يو. هاي يو. اوكي هذا مكان خلاص. صح. دونت ستادي. هاي ليك ستادي اكتبها هنايا برك خاطش ما تكفينيش. هاي ستادي. اف يو دونت ستادي يو هذا عندنا فاعل هنايا خلاص نحط ويل. ويل فايل. هاي فايل لاباس عليها نخلي الفعل لاباس عليه. واش قلنا قبيله؟ الفعل لاباس عليه. اوكي نروحو نشوفو السنتنس نباتو. عندنا they هنا بغا يكلحني كيما تلاميذي تاع الزوم سنه رابعه متوسط. كاينه تلميذه ربي يبارك فيها يعني تكلحت قالت لي يا استاذه they يعني الفعل هذا صرفاتو في البريزنت وهذا صرفاتو في الفيوتر. لا ما تخليش روحك انك ترتبك وسيرتو في البيوم ما تخليش روحك ترتبك ودير الاخطاء يعني اخطاء تافهه هكذا. صح. عندنا ذاي عندنا ذاي اذا حنقول ذاي ويل يا اخي هذه اف هذا بريزنت بريزنت وعندي هنايا ذاي اذا هذا فيوتشر فيوتشر. اف ويل داي اف ويل داي عفوا they will die عفوا they will die if they don't. هاهي not اذا نحطو don't والفعل get don't get. if they don't get help راح يموتوا اذا ما لقاوش مساعده راح يموتوا او سوف يموتوا اذا ما لقاوش مساعده اللي هما هم خلاص. صح. العكس استاذه لا حبيبي ماشي العكس. ايوب ايوب يا ايوب ها ايوب ها راك تكلحت ايوب راهو حط لي اف هنا يا ايوب. هاي اف هاي اف ايوب هاي اف انت اللي تكلحت ايوب. اوكي صحيح. ويل هذه جبناها من القاعده يا حبيبي يا اذا كاين او اذا لقينا الفاعل حط لي ويل. هاي لك اف في النص ها في الميدل نتاع السنتانس. اوكي ان ذا ميدل خلاص
كي يعطي لك اف في الوسط ما تتكلحش كيما تكلح ايوب دركا. خلاص فوزي يا فوزي يا عمر يا فوزي نكملوا اللايف وعاود اللايف يا فوزي من الاول وجديد تفهم ويل هذه منين جبناها. اوكي دي فوا نديرو ويل افوزي دي فوا ما نديروهاش كاع. خلاص صح خلاص نروحوا الجمله ثلاثه. الجمله ثلاثه هذه اوكي هاو حط لي هنايا اف يعني هذا بريزنت بريزنت مع هي مع هي هي هي. الفعل هذا خاطي القواعد اللي كنا نحكيو فيها قبيله هكذا يعني الفعل هذا نحط له اس برك ها بيكامز بي كامز هاي اس اس برك اس برك. اوكي اف هي بيكامز ريتش ريتش هنا راهي صفه اذا هو ولا اصبح غني غني هي عندنا فعل هنايا عندنا فعل تسمى نحطو ويل سهلة سهلة الحكاية والفعل نخليه كيما راه هاي هلب إف هي عفوا هي ويل هلب ذا بور إذا هو ولا غني راح يعاون الفقراء مفهومة تلاميذي؟ أوكي صح يس واش بيها قسنطينة واش بيها صيف تحكيو على الدورات ولا كيفاش يا تلاميذي بالنسبه للدورات ان شاء الله عندنا دورات قبل بيوم تجريبي غير تبان لي عندنا زوج ميلات فقط ومن بعد تيك نديرو الدورات النهائيه. اوكي صح شوف هنايا اي عندنا فاعل عندنا فاعل واف جات في الوسط في الوسط اي وعندنا نوت مع الفعل اول حاجه تخزر لها هنايا شوف شوف هنا اف هذه يعني الفعل هذا في البريزنت في البريزنت او نهى عليك واحد الحيه اللي هي النفي هاي النفي حطها لك ديجا اف يو دونت كول خلاص هذا الجزء صرفناه صحيح خلاص نروحوا نشوفوا هذا الجزء عندنا فاعل اذا راح نحطه ويل ويل صح هاي ويل هاي ويل والنوت هذه يا استاذه حطها قدام ويل ها ويل نوت والفعل خليه لابس عليه ها اصلا احنا في الفيوتشر فيوتشر الفعل مع الفيوتشر ما يتصرفش سواء في الموجب في النافي ولا في الكويستشن ما يتصرفش مفهوم ويل نوت نختصرها في كلمه وونت اوكي اوكي تلاميذي عندنا دورة في ولاية قسنطينة كليك سكول لوكات ماي لوكات ماي ان شاء الله وعندنا ولاية الطارف لوتروا ماي ان شاء الله اوكي هذا زوج ولايات محظوظين بزاف باش نروح عندهم هكذا بالنسبة للدورات النهائية الدورات النهائية عندنا بزاف ولايات دوك نبارطاجيهم معاكم ان شاء الله بالنسبة للمطوية دوك نحط لكم نقاط البيع تحت هذا اللايف انا نحبس حتى لهنا تلاميذي يا عندي شوية حس اوكي نتمنى كو هذا اللايف يعني عجبكم اوكي ان شاء الله في لايف واحد اخر اوكي تلاميذي هذا غادي نخليك من اللايف احتفظوا به باش تريفيزو عليه في البيام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كاين بليده عنابه قال ما كاين كاين ان شاء الله كاين جميع الولايات اوكي فقط ادعيوا لي تلاميذي وما تنسونيش بالدعاء تاعكم اوكي باي باي.